تشيك صافي مزيان دابا مزيان يس هاني فين فين راك كبير واش هاني بخير فاين هاني دابا كنا في الغريبة كنضرب في الغريبة خاصك طربوش لا طربوش حمر لا لا اش قالوا ما كدرا فيك ضرب فيك ضرب شي لا من الطهارش من الطهارش صور داك الصغير ضربك من الطهارش منين قتلوا لي من القاضب وكنت تمشي طاهر تمشي طاهر لا اضيع فيك سميتو اضيع فيه فلوس وكراح الجامع وتين ماشي شي حاجه بروفيسيونيل يعني راه عادي كيفاش واحد الجام اللي طايرو ما تسناش تجي شي طهاره جو عندك الدار ولا تمشي شي عنده ما عقلتش انا ما عقلتش واش عارف شي حجه اش عارف قصه حش كخثي نعرف ديك القصه فهمتي داش كخثي نعرف شحال عندك معاه ما عامين ما وصلش عامين شو ده موضوع شبد حيد حيد وردوا بلا انا عاقل بعد 4 سنين عاقل انت عاقل 4 سنين واش عاقل يا ربي السلام من على هاد العذاب هذا كلشي حف اه ناري اخر حاجه اخونا راه اخونا راه مات اللي اللي طيروا ناري مشيت عزيتي ماشي ماشي كسيده ناري والله اش دار ناري لا كنضحكوا على السيد مات خصك فهمتي تظهر لي واحد هو عاقل راه في شكل دفو ديال البوك دفو ديال البوك موضوع كي داير شنو قطعوا شي واحد من الاول لا لا خليه مزيان موضوع ديال الطرابش فين هاني لا غبرنا بزاف اش فيها لا هم يا غبرنا غبرنا لا هم اش فيها قلنا اش فيها ما عرفتش انت اللي جاي ورا انت خصك تفصح على المكونات ديالك رايحين فهمتي فطرنا فهمتي دانا نعس شويه صونا خونا طلع بغينا نسجلوا او كنا دونا فيها قبل حيت طراو بزاف الاحداث طراو بزاف العيبات شنو موسيقى بس موسيقى موسيقى كانت بزاف ديال الموسيقى نقذنا ما دوناش عليها بحالاش بحال دام خصنا ديما مزيك انا ما قدرتش ندوي على داك المزيك اللي كنسمع حيت ما باقي ما قدرتش نديفلوب دوك المهارات شنو المهارات ديال دير ريفيو لشي فهمتي ريفيو ناضي فهمتي خاصك داك الشيء خاصو وقت حيت كاين بزاف لعيبات مهمين كنسمع لهم ولكن ما قدرتش ولكن دام فيش حاجه اللي اهم دوك الناس مهمين اللي ضروري خصو كاين فرق بفضل الله هذا كاين فرق بين الريفيو وبين الرياكشن رياكشن ديال الدريات ريفيو ديال الدراري لا مهم رياكشن ديال داك خوتنا كي دير اصلا اول مره يجيو تصطو كيبداو يتكلم وبعد المرات كيجي بو سمع سمع تشوفوا واصح هذوك خصهم يتمنعوا من يوتيوب هذوك خصهم يتمنعوا من يوتيوب خصوصا دوك اللي كيسمعوا واحد دوك المراكن اللي طاحوا على البلان ديال المغرب وكيطلعوا لاش كيطلعوا بالمغاربه راه كيستعملوا باش يطلعوا بس باين كيتحب زعما كيسمعوا المغرب المغرب راه دوله فقيره ما بدي اسمع مبدا غريب سيفن لي مبدا غريب فهمتي ما عارف ما كيسمع فواحد كيسمع البيت والريفيو حاجه اخرى عاوتاني الريفيو خصك تكون عاوتاني ريفيو انا كنشوف لي ريفيو بزاف ريفيو الا بغيتي ريفيو بحال عندك شي هوم وورك شي تطار تريح تخط تزم راه هادشي اللي انا ما نقدرش نديرو اما انا كنفهم فهمتي كنفهم العيبات دق كنربط الماضي بالحاضر ولكن باش ندير داك الهوم وورك ما يمكنش ولكن مع الوقت فهمتي العيبه داك تداو كربت الماضي بالحاضر اه سكنيت زعما الموسيقى كنسمع بحال دابا دامصو سمعت الالبوم ربطته بالالبومات القدام فهمتي شنو العلاقه فهمتي وهادشي كدير اوتوماتيكمون ما فهمتي ماشي هوم وورك ملي غدير الهوم وورك يكون عاوتاني حاجه اخرى وانا كنسمع ريفيوز بزاف كاين تشوف في فرنسا بعد مقوس صراحه بحال اش مثلا بحال لو ريغلومون هادو خصنا لوحو المصادر كاين لو ريغلومون كاين كاين لو بوطاجي دحيح دحيح وكاين واحد خونا واحد خونا كيدير الماط ديال ام اف دوم هادو ثلاثه واعرين واعرين فهمتي كيحلوا شي لعبات ام اف دوم كيدير ماط بحال ديال ام اف دوم ماسكي لو كرونيكور لو كرونيكور صال هادو ما كتفرجوهم كنتفرجتهم ملي كيطلع شي البوم واعر فهمتي عجبني وبانت لي فلتات لي فيه شي حاجه كنسمع هادو فهمتي كيعطوك واحد واحد الريفيو فهمتي لا با عمرك شتيها انت كاع ديتاي شي حوايج عمرك شتيهم كاع كيش فهمتي كيش عمق لا ثرو منين جاي شكون قلبو شكون دار اللعيب المهم وهو داكشي خصو خدمه كثيره وخصو معرفه كثيره حنا ما حنا ماشي ديالك حنا طالقين لا انا عندي المعرفه ولكن الخدمه ما كايناش ما كايناش هذاك تما طالقين لو كان مع الوقت راه كنت شي تجارب ديالك لا لا دام فغن ان 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 نعطيها الاحتراف سمعتيه بزاف بزاف سمعتو بزاف تعداش اكثر من 10 المرات حيت عجبني الالبوم حيت دام فواحد الانسان انت ماشي عشان سمعتيه بزاف تطلعت به الوقت هو اكثر البوم بعد هذا الالبوم هذا هو اكثر البوم تستريم في نهار واحد في سبوتيفاي مع 9 مليون فرنسا 9 مليون ستريم في نهار واحد اكثر كاع من بوبا اكثر من بوبا
اكثر من بوبا اكثر من اثر اكثر من كل شيء. علاش؟ حيت بنت كيتسنى. ودرك انت شنو السبب فاش حيت دامسم دام دامسو ما شي حسن اللي دامسم قود هادشي ما عندوش علاقه بالالبوم وتوعر ولا حيت بنسمع باقي ما هذوك هذوك ماشي عندها علاقه بالماركتينغ ولا شنو؟ لا بالعكس هو ما كيديرش ماركتينغ كاع. وشنو اللي خلاها؟ هو واعر هو كاركتر فهمتي غريب ممنوش جوج. هادشي علاش خاص الحلقه تحترم ديال دامس حيت خونا شي حاجه اللي ماشي ما عندهاش علاقه بشي حاجه اخرى. خونا وحيد فهمتي اوريجينال ديال بصح. وكي كنت اسف حيت المغاربه ما كيسموش دامس. اي واحد كيسمع دامس مضيع شي لاباس بزاف بحال ما كتسمعش في الما ما نقدرش نقول لك توباك حيت توباك عادي بحال ما كتسمع شي رابر فهمتي واعر ما مفلت وليت من حداك كتعبر اه والله كتعبر واش راه خاصها الهومور خاصها شويه لا كتكد خاصها استاذه ياو كدوب تشك باش كندوب الغاز كندوب الالغاز كدوب عليه فهمتي فهاد اللقطه في النور خصني ندير لك واحد شويه ديال الكريفر دير موسيقى بيانو شي لعيب اه لا ماذا تقدر دير ماذا تقدر دير انت علاقه بمامورك اوكي تعبير وصح خونا عزيز اللي دير بصح كدوب العطيفه خونا اه فوالا خونا عزيز اللي دير فهمتي هو رابر الوحيد اللي مطايف مع بوبا باقي كنسمع عليه باقي عزيز عليه بوبا كلشي مطايف معاه لا غير اللي طلع غير ولاده ما كطاتش ماشي واحد ماشي ولد صافي ودام سمعت لي بزاف باد فادر اه بزاف كاع والو ما كيحترم حتى شي لعبه انت اش بالك انت قول مني انت شنو الراي ديالك في دامس بلا حيد نسى الالبوم انا اه مزيان عجبني وربين لا اغلى البوم شنو واش كنتي كتسنى ولا عندك موسيقى عاديه ولا فهمتي دامسو لا بينما كتسنى اه علاش اه علاش كيف ما قلت لك مغاربه ما كتسمعش لا ما كنعرفش شي واحد انا ماشي هكا كنعرف بلاد كيسمع الراب فرونسي ما كيسمعش الراب فرونسي اون جينيرال فهمتي الا ما كانت شي حاجه فهمتي فرقعه ما غاديش نمشي نتسنى ماشي فاناتيك ديال الراب فرونسي ورا تقريبا دامسو احسن حاجه اه صافي لا حد ما سمعش لا واخا ما كنحس بالحب ما حسيتش بالحب مجيتي انا مجيت كنت دامسو ماشي احب هذا شوف خاصك تخلى ضرب بزاف الناس كتشكريه حبيت تراسي بقى الحب دامس دابا دير موسيقى حزينه دير موسيقى حزينه لا بالعكس هذاك الصداع لا شو خاصك تعرف قول لي كنشوف راسي بحال اوتسايدر انا ماشي هو الشخص اللي غادي يعطي حق اه ممكن اه فهمتي كيفاش حيت انا عارفه ومقود عارف اش كيسوى عارف داك الشيء كامل ولكن ماشي واحد اللي متعمق زيد شويه على السؤال اللي قبيله اوه مايك اوه مايك قريبه لهذاك السؤال اللي كتكون عارف شي حاجه اه الخايب والمزيان هذاك الموضوع باغي تدوي فيه انت بنتي اللي باش تعمق فيه والله الا بنتي اللي متحمس فيه لا ما كاينش داكشي والله حتى غندوي فيه بالله لا والله حتى غندوي فيه وانت نفوتو دام دوك غندوي في هذا الموضوع باش تشرح لي البوم الالبوم دابا نقول لك فهمتي دابا خصني نشرح لخونا سمعوا على جوج خصني نشرح دابا دام فهمتي واحسن رابر كاين اللي تجي تجمع كاع الجوانب جمال غادي كدي عاوتاني اه لا والله ما مبالغه على تجي تجمع انا نشرح اللي تجي تجمع الكتابه والفلو والغناء والراب زائد القصه الكونتون شكون هو الانسان شنو عاش شنو كيجيب هو احسن واحد ما كاينش شي واحد عاش داكشي اللي عاش وفهمتي خونا كبر في لافريك فهمتي كانوا لاباس عليهم جات الحرب دارهم ولا خوانا هربوا لبلجيكا فهمتي قصه غريبه فوالا بحال داكشي كاين اكثر من ميكميل ولكن هو فواحد الريجيستر اخر فهمتي عاش الحرب عاش باش في الزنقه فهمتي جراو عليه دارهم وتوصل لواحد النيفو ديال القرايه وقال ما بقيتش نقرا بغيت ندير موسيقى فهمتي عاش بزاف د الحوايج داك الشيء كامل كيخرج في موسيقى بلا فلتر يعني ملي كتسمع من 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 اول كوبلي غنى كتعرف بلي خونا عنده شي لعبه مختلفه بزاف على كاع الراب الاخر داك الشيء علاش طرات لي واحد اللعيبه اللي ما طرات عمرها ولا طرات في فرنسا من اول لعيبه كلشي كيتسنى دار كوبلي واحد هو حياته فيها كوبلي واحد مع بوبا صافي كلشي كيدور على دامس من داك الكوبلي باقي ما عنده لا ميكستيب لا البوم لا شي لعبه كلشي كيتسنى فينا هو دامس يعني من ناحية الالبوم الاول صافي كلشي فهم البلان بلي خونا دار مع راه ما كاينش بحال هو صراحه كان خاص يكون معانا واحد خونا اللي انا كنعرفو اكبر فان ديال دامسو اللي هو اسماعيل فان ديال دامسو المهم كان خاص يكون معانا ولكن كنت عارفك عيط له المهم واخا كون فان كون شرا سبوتيفاي جا قرني قال لي لوح لي الديسكاس فين عايش اصاحبي فين عايش صافي انا نمشي معاه نعطي الفيرسيون كراكي كاين في تيليجرام باين كاين في تيليجرام شنو
دامسو تعطي الكراك ديال سبوتيفاي عندو عطيناه ليه برا عطيناه ليه الدري اللي حوت كتكتب فيها سبوتيفاي واه دابا انت بيرات ولا شنو صافي ابي كاك راه منو هادشي صافي منو اللي خسرت على درجه مرات المهم صافي نسى دامسو دامس صافي هذه القصه القصه هي بدات مع الالبوم الاول كلشي ولا عرف دامسو اللي هو احسن حاجه واقيلا كاينه في الراب فرنسي ممكن عاود شي قصص غريبه فهمتي شي لعبه خارجي فهمتي كيفاش صاحبته نتا حرام فهمتي لعبه غريبه فهمتي عايش شي واقع غريب الحرب كاين شي صاله لعيبات صافي بقات من تما كيتطور توصل لهذا الالبوم هذا اللي عاود دابا القصه ديالو فهمتي الكونسيبت ديالو الكونسيبت ديالو الالبوم هو كالف كي ام لايك وفولو المهم سميه غريبه كان كيقول لها شحال هذه ملي كان صغير وكيقول لها اللعيبات كي ام لايك وفولو اللي كيعجبو يدير لايك وفولو المهم سميه تافه كانت سميه ديال واحد الجروب كانوا داروا اما جروب كانت سميته هو القديم المهم المهم كالف البوم خيب الاول البوم خيب خيب ما في ميت تسمع فهمتي كلشي قال لي فوجو خونا هذا الالبوم خيب الالبوم عيان ما فيه شي حاجه ما فيش ديسكات ديال الراب واعرين ما فيش ديسكات ديال الغناء واعرين ما فيش فين 911 ولا زوان صافي تما قرر باش يدير الدوزيام بارتي اللي هي ما هو ما عطاش سميه كاع واش ديلاكس ولا دوزيام البوم ولا غيديسيون المهم المهم 11 ديسك جديد لا علاقه بداكشي اللي دكال في الاول لا علاقه كاع ديسكات تقريبا واعرين كاع ديسكات مخدومين مزيان وكاع ديسكات فيهم داك الكونتوني ديال دامس اللي كان بدا به من الاول وصافي وهذا هو الالبوم اللي غريب عند خونا هذا اللي بان بغي لحظه اللي كيسمع ليه اول مره هو ان خونا عنده واحد المنطلق فهمتي تجريبي البوم ديالو كيديروا باش يجرب بيه العيبات فهمتي كي واحد اللعبه كان قالها في واحد الانترفيو شحال هادو وبانت في لي زالبوم في كل البوم تلقى عند شي خمسه ديسكات ثلاثه ديسكات خايبين بعض المرات ديسكات الكترو بعض المرات ديسكات فيهم فهمتي الروك فهمتي ديسكات خايبين كيبغي يجرب بيهم عنده هاني انه بعد المرات يكون مريح كيجيب شي انثر غريب كيجرب شي فلو غريب كاين واحد الديسك كيديروا في الالبوم واحد الناحيه راه دايزه وكرا كيكون داكشي خايب بحال في كالف الاول كاين شي ديسكات خايبين اذا كانت غير 10% مثلا ديال الالبوم راه بعض المرات في كالف الاول راه بزاف فهمتي ديسك ولا جوج دوزه ود اللعيب بقى كيجرب ديما في كل البوم كتلقى شي ديسكات فهمتي غريبين وكتصدق ليه انت ملي كتشوف كتصدق ليه لا كاملين خايبين ايوا كاملين خايبين انا بالنسبه لي كاملين خايبين كاين اللي كيعجبو هذا الشكل كيعجب بحال بعض المرات ولا كيدير لي الكترو بعد ما عجبو داكشي انا ما عجبنيش كاع باينه ما عجبنيش والو ما وكاين في هذا الالبوم في هذا كالف اللي كدوي لي دابا ما دارهاش دار داكشي اللي كيعرف يدير الراب مزيان غنى مزيان وعاود القصص ديالو عاود على الكلاس مع بوبا فهمتي عاود داكشي ديال عاود الفلوس عاود كلشي دار كلشي ما والبوم ديال بصح كاين ترابط ديك اللعبه ديال الكلاسي زعما واش اولد ولا نيو هادشي ما كاينش في هذا الالبوم لا هو ما هو اصلا ما كيديرش بومباب ما كيديرش التراب فهمتي كيدير الموسيقى ديال كيدير الموسيقى كيدير الموسيقى ديال الراب ديال ما دخلش ذكر اللوجيس ديال واش البوم موسيقي وفي فهمتي رابا واحد اللعبه كيديرها بزاف زك غنى واحد اللعبه كيديرها في 4 ديسكات كيبدل الانثر كيبدا الديسك واحد اللعبه كان كيديرها شحال هادي دابا دار بزاف كيف واحد الديسك دار فانتا بلاك دار دوفي راديو كيكون عادي حتى الاخر كيجي واحد كتقلب واحد عجبني كبارتي المصيبه ما عقلتش لا خونا محكم مزيان وخونا غيدير الراديو ديالو راه تيلي هذا الالبوم دوا شويه بلي راه غيدير الراديو ديالو ماشي راديو ولكن غير بحال قلتي ماشي راديو في انترنت لا راديو في انترنت ولكن ماشي بحال اللي كان دار بوبا كان دار الراديو فهمتي من الصباح حتى الليل دي زيميسيون فهمتي دي زانترفيو فري ستايلات كلشي هذا خونا غير موسيقى اش بقات تلاح يقدر يدير انترفيو مره ولكن هو راديو في غير الموسيقى يبقاو تلاحوا في دي نوفو تاع لعيبات بحال يدير دريك دير اوفيو راديو بحال ديك ليش مره يقدر يلوح شي اكسكلو شي انترفيو ولكن على العموم بغى يبدا ديكشف فيه روب جدد واحد دابا اصلا فرنسا عند واحد الموفمون اونتي راديو ديال فرنسا كلشي داير سكاي روك كلشي كيعاير فيهم كلشي كيبويكوتي فيهم لعيبات المهم هو داخل في داك دخل في داك الكلون ديال اونتي سكاي كي زعما نقدر نسميو زعما راكب على الموجه ما نظنش بحال واحد شويه اللعيبه ديال الراديو قال شحال هذيك خوتنا ديك المظاهره ديال
فلسطين هو جايب الدرابو ديال اسرائيل والامريكان كيبيع وسط واش واش طراش بصح ولا فكره؟ لا طراش 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 فاش اللعيبه خويا راه بيزنس مان اه بيزنس مان مقوي راه يبغى يدير دابا سميتو ولا لا لا الفكره ديال الراديو كانت عندهم شحال هادي ومش حال هادي هو كينتقد الراديوات لعيبات المهم كلشي في فرنسا كينتقد الراديوات ولكن انت قلتي دابا غادي دير الراديو ولكن ماشي نفس الفكره ديال الراديو اه الراديو بحال شي غير في بلاصه ما نهار كان بقى تلعب موسيقى اللي مشهوره وغير يلعب موسيقى اللي ما مشهوره ديال بنادم اندر جراوند لعيبه باغي يطلع يعاونوا باش يطلع ديك الراديو وتعاونوا باش يطلع بلاصه نبارطاجي عندي في انستغرام ولا نلوحوا في الراديو ديالي كتشوف راسك انت كابابل ديال الراديو شكون انا قدام حتى حاجه صافي هاك عندك فول تايم جوب كيفاش الراديو ديال بصح اه عطيتك صايبنا ديك البلو برينت ديال فيدونا في هذا الموضوع في البودكاست حلف شنو الموضوع الحلقه الاولى ديال ديال زعما كنتي باغي دير راديو دونا فيها ولكن دابا سولتك واش قادر تجيري عطيك مثلا واحد الشهر ولا شهرين خاصك تخرج لي بروغرام ديال من الصباح حتى العشيه تعطيني افكار ماشي زعما ماشي غنصايبهم راه ديك الافكار بين خاصك تكون ايكيب اللي كتصايب لا عندك افكار لبسهولي ايزي ايزي المغرب فيه كل شيء فيه موسيقى فيه سياسه فيه الفن فيه كوره فيه كل شيء عندي الراديو شامل ام اف ام مزيان ياك كنت ماشي ام اف ام شنو اللي دابا كدير كل شيء اللي جابوا الرائد كل جابوا الرائد ام اف ام ولي فهم فخر الدين رشحي ولعيبه شاده ولا ام اف لا شاده شاده حيت شاده 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 اف ام لا واقيلا راه اخرين في شاده المهم ما عرفت ما لا لا ام اف ام 300 تافه ماشي ام اف شاده شاده ولا لوكس غادي ولكن لوكس غادي شويه راديو سياسي بزاف لا سياسي راه لوكس غادي والله مرات تسمع في الليل كيديروا بودكاستات بزاف كيديروا كوفرز شحال ما سمعتش لا هما عندهم موسيقى زوينه ولكن ولا بوليتيكال بزاف متاكد راك دخلت لابليكاسيون كنسمع قلتي لوكس راديو لا ولا بوليتيكال بزاف غادي في بالك الكوفرز اللي كيديروا بالليل ديال المزيكا ورا دار خصك الموسيقى ولكن هذا الكونسيبت كان زوين عندهم كيديروا كوفرز خليني من ديسك اوريجين ما عرفتش كوفر كوفر ديال مزيان لوكس راديو المهم راديو مزيان عارفهم في كاين فهمتون لك كيخدموا فرونسي بزاف انا عارف ما عنديش مع اللغه الاجنبيه رقم 3 ما كتسمركش والله ما عايش عندكش لها لا عندي مع الدارجه اي سي عندي مع الدارجه لا اللي بغاوش الحق نتعلم السلعه ولكن فرونسي ما اي كانش دوز معايا شني الزواج بشلها ناري نسيتها ناري غلط ناري دوزنا حلقه زوينه كنشرحها لك شني شني الله يسجدك بالله افكرنا ناري غلط نسيت ما يمكنش حقت مستحيل تعقل لا مستحيل حيت صالح هي ابراهيم ابراهيم عبد الله ابراهيم صافي هذا هو دامسو الالبوم بحال قلتي بدا واحد الموفمون ديال الصلح بينه وبين بوبا المهم بان كيتسنى قال لك بلي حقا قديمه شي لا لا ما مور الالبوم بوبا فاليدا فشي لعيبه والاخر خلى لي في اش قريتي تخلى لا مور الالبوم مور الالبوم مور الالبوم دوى عليه بوبا لا فهمتي بوبا عجبو الالبوم لعيباش جاوبو دامسو قال شي حاجه لا دامسو ما دامسو اوغ ريزو سوسيو شكرا على واجب لا والو ما كيدويش ولكن يبدو مزيان في 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 الالبوم فهمتي زعما ما قلتش لي بلي انت لعيب وبغيت نخليها من بعد ولكن غنساها حتى بوبا كيبقى كيحشاك جيكول غيلوح البوم راه غندوي اليوم غيلوح ديسك مع 12 الليل انترلود صافي انا قلت باش ما نساهاش احسن حاجه في العالم شنو ضحكتي شنو كضحك علاش كنضحك دراسه شي بانو علاش علاش عرفتي وجهك فين خرج النور فرحتي خرج النور لا شي حاجه الرسول شي حاجه ورا بينا المهم جيكول احسن رابر كاين اش فهاد المسافه هاد اللقطه هادي فين الكاميرا ديالك فين الكاميرا ديالك فين ولا وراه تيخص تطلع كاتش ذيس مومنت لوكي المهم بالنسبه للناس المغاربه اللي كيسمعونا اللي ماشي مغاربه وماشي المهم بعد ما يسمع دامس شويه هو ماشي قراصو قال لي ماشي مغاربه اللي ما تاكليش المغرب بعد ما يسمع دامس شويه صراحه بعد ما يعطي حقهم من الالبوم الاول شوف هذا الالبوم ديال الاخر بعدا شو الا جيتي تسمع من الالبوم الاخر ما غتفهم والو ما غيعجبكش الا ما سمعتيش الالبوم متنوع متنوع بزاف هو كيدير كلشي فيه بزاف ديال نقول لك كيدير موسيقى افريقيه ولا كيش ماشي ساد البوم مثلا ندوي حنا هذيك البارتي الثانيه اللي تحت ماشي ماشي لا الاول لا نسى الاول لا الاول ما دويش ماشي ساد ماشي ساد هو دارك تقدر تقول دارك لا صبر ما تقدش كلاسي في السادنس ما تقدش كلاسي في الداركنس ما تقدرش مخلط في كلشي على حسب على حسب انت كل فهمتي نقدر نقول كل ديسك يعطيك وختمو باحسن طريقه ممكنه ختمو داك يوفو اللي مزيج اللي هو بين غير بونوس حيت ما رقموش بك الارقام الكريك
هذاك هو الديسك الوحيد اللي حيت هو اصلا هو الديسك اللي اور اوخ البوم. عيط نقول لك صرح لي الارقام وصرح لي وصلي ما عندوش معنى هذوك الترتيب ارقام غريك ما عندهم حتى شي معنى. هو ديما كيديروا ما عرفتش الترتيب ولا لا. المهم هو ديما كيديروا دارهم في الالبوم الثاني واقيلا دارهم في الثالث ودارهم في هذا ما اخلتش. هو عندهم عاد شنو هو اكثر ديسك سمعتي صراحة هو داك اللي اوخ البوم داك يوفو هو عارف ما يمكنش ويلي والله واه بزاف داك الموسيقى الافريقية هو كيصرع دابا ولا هو احسن ديسك عندي من بعد كنت كنسمع المونغوز هو احسن ديسك كنت كنسمع الشيالي اللي هو الفيشرينغ الوحيد في الالبوم داك خونا اللي دار مع فيشرينغ مقود بزاف وقع لي ديك البلان واي جي بابلو مقود بزاف ما يمكنش وقع لي ديك البلان ديال كل مرة فهمتي كتخرج لك حاجة جديدة لا كل مرة كيولي ديسك احسن من الاخر تاني انا في الوكن المود هو اللي كيتحكم في داكشي يمكن لا تكثر اكثر شيء كثرت السماع كثرت السماع انا في الوكن ديامو احسن ديسك ديال من بعد ولا شيالي انا غادي نقول لك الصفر جبد التراك ليست باسون دوفي على بوبا باسون عجبني بزاف وهذا مو روز هذا تا دو فيرا دي واعر غالبا نسيت شي حاجه اخرى ولكن دو فيرا دي واعر كاين الاوتر اللي معش نشوف السميش ولا تسمع سي كثر وانا ما سمعتش بزاف سمعته بزاف اسوق شي ثلاث المرات ولا اربعه انا سمعته بزاف حيت فهمتي قود معايا في البوم اللي فات بعد مره سمعوه بزاف تندي معاه راك لك هو اكثر ديسك في ستريم راه هيات لعيبه صافي هو اكثر البوم في ستريم في 24 ساعه وخونا تا هو حتى الماركتينغ ديالو ناضي فهمتي كتبقى يومين كيقول لك راه البوم بعد غدا صافي فهمتي كيلوح الكوفر فهمتي كيخلق اللعيبه على هذا الحساب راه صادقه حتى هي بيونسي صاحبي اللي اختارها ولكن غالبا صادقه الناس اللي ديجا مشهورين لشي وحدين اللي ديجا عندهم فان بيز فهمتي بعد ما كتسناهم ما تيخرج ماشي شي واحد مثلا يلاه شارق طريق بيونسي اللي اختارها هاد اللعيبه هادي ولكن هاد اللعيبه كتصدق ملي كيكون البوم واعر خاص البوم يكون واعر خاص يكون كلاسيك ديال بصح انت اشهار الهدف منه هو اتيري بنادم لا ولكن لك الالبوم عيان في البلاصه غيتنسى وكره حتى لك بلاتي ملي كدير الشوك ولا البوم كيكون واعر انا دابا كنبقى نجبد لك بيونس بيونس كانت لاحظت فهمتي كلاسيك لاحظت بديك الطريقه بعد نفاق في الصباح وفهمتي بيونس هي الماستر ديال الماركتينغ فهمتي ملي كتلوح البوم بلا سينجلز بلا كليبات فهمتي ودارت والالبوم كان واعر ديال بصح من بعد ولا كيدير كلشي دار دريك دار كندريك لاما على حساب فان بيز لا واخا خاصك تكون محكم في البروجي صراحه خاصك تكون عارف بلي الناس على الثقيل ماشي شي حاجه اللي انت غتحمس لها انا اللي غنصدمهم في الاخر يدوز يومين ما يدوا لك حتى شي واحد خاصك تكون فعلا محكم في هاد اللعيب ودامصو محكم في هاد اللعيب انت شنو اللي كتي عجبك في ديسك قلت لك مونغوز ديامون شيالي دي في راديو يوفو بعدا بين يوفو فهمتي كنسمعو كنبدا نشطح قوي كتعرف تشطح بعدا ورا لافريكا صاحبي راه عادي راه كتحرك لعيبات وصافي وباسيون باسيون زوين باسيون ما عجبنيش ديك البارتي اللي غيبدا المهم القصه واعره فهمتي القصه ديال حياته سيت ديك الديسك اللي كتقلب فيه في واحد البارتي الاخرى تيقلبها وتبدا يرابي فهمتي تفرقع راه يقدر يكون هو باسيون يقدر يكون هو باسيون المهم باسون كيبدا فيه كيدوي على بوبا الدور ديال بوبا كيفاش هو اللي بينو لعيبات كيدوي فيه على ملي قالوا لي تغني في كوب دو موند النشيد الوطني وناضوا العيال قالوا لي لا ما تغنيش ونا داك البوليميك النشيد الوطني ديال بلجيك نات بالباله رابور يغني هو بغى النشيد الوطني وناضوا جمعيات قالوا لي لا خونا هذيك خيتي ديال سميتها ديال بلاك ايت بيس خيتي سميتها كاع سوبر بول هذيك خيتي سميتها فيرجي غنات سوبر بول اللي هي راه مغنية وخرجت واحد خايب لا كذلك ماشي مغنية عادي هذيك لا ماشي مغنية واعرة ماشي بيونسي ولا ليدي كاكا ولا شي حاجة اللي شنو تقارن أم حسنية ولا بوبا ودانس وتخربع دانس غني واعرة في النشيد الوطني ديال بلجيكا صاحبي راه بلجيكا هذيك صاحبي راه ماشي ميريكان ما عندهمش هاي نوت وبلجيكا ما عندهمش مغنية شكون غيمشي يغنى هذيك بلجيكا اللي غنى ديك الزمر شي بلاد ما بدل محقد على الامريكان لعابه كتشوف فاش يقول كلشي بدا كيتمرق انا من تما كنخفاش غبر صراحه ومن تما غبراش لا خرج واحد الديسك موراه فهمتي ما فهمتش شافو ياك تشوف شي لعيبه مع شكون في شيرينغ ماشي بياسه ما قلتش شكون المهم خدنا ما مغني ما تلعب
باينه صافي دوز ديال باسون قال هو اللي غير في الاخر يبدا يرابي فيه غالبا وديت كدوالي انت تحس طايل 10 ريتي بحال ديما 8 بحال ديما اصلا ديما 8 ياك انا 8 ونص يا انت 8 لا 8 ناضي البوم ناضي انت ديك المره طايش 8 ونص ما طايش الاخر البوم دوينا عليه نسيو عطاتي 8 ونص والله عطاتي 8 ونص ياك والاخر السي اش عطيتو ما قلت واش نبقى عاقل نجهد لك انا الحساب السي اش 8 ونص ضروري السي اش واعر وباقي هو اكثر البوم كتسري من فرنسا باش عارف لا ما يمكنش واعر عاد شحال تلاح في 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 دامس في هاد السيمانه في دامس هاد السيمانه بدا نسمع السي اش كثر ما نسمع دامس ودامس يلاه خرج لا في ستريمين فهمتي خونا باقي مغرب في شي مزيكا اللي خارج ولا غتخرج تمشي ديك بلاي واعر واعر خونا واعر داك بلاي ليست خونا واعر ما يمكنش مين بزاف ديت لي دار فيو ريليز بينا واعر ماشي عجبني عجب العالم كامل الميلودي اللي فيه كتلصق صعيب واحد مغربي دار ديك العيبات صعيبه بزاف غنى مزيان فهمتي فلو صعيب دير ديك العيبات لا ديسك صعيب ديسك صعيب صراحه ملي دار بحال ديك اللعيبه باين عجبك اخر شي حاجه مدويش عليه خرج شهر شهر ديك النهار كنا كنقولوا كنا كنهضروا قلنا ارم دا ما خرجتش مزيكا بابون وحنا راه نسينا صح لا لا هاد البلاي سميتو بلاي سميتو بلاي ليست بلاي ليست بلاي ليست تاع في مارس المهم ديسك ديسك دار لي دار لي كليب في الدرب لا كاين لا فهمت جريت مع شنو بغا يطبق في الكليب واخا داكشي ما الكليب اي انا ها هو كيدور كيدور في دار النعناعي مشيش ستا لا فهمت البلان اللي باغي يديرو غير هو التطبيق فهمتي علاقة الحركة عارف مازال بالي فهمتي راه مصورة بشي ايفون 6 بلوس باينة بغا يدير شي حاجة فهمتي مبدلة مزيان انا ما كان ما كان ما كنحكمش بعد ما علاقه بالكليبات حيت الكليبات هما العاق لا كليبات فهمت لا 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 تقدر الكليبات هما تطلع افلام بايفون اصاحبي ايفون 6 بلس باتري مدرح تسير باتري دروجين اللي بغا يسري دابا 90% باتري ولا دروجين البارح كان مدرح حيت المدرح ياك المهم كاين واحد ايفون 6 بلس باتري اوريجينال اللي بغا يشري اللي بغا يشري لا اللي بغا يشري يخلي تباع حلف اصل ميساج ماركت بليس تباع المهم لا شحال باغي فيه اكثر من ماركت بليس باش نشوف شحال عندنا ليفون يحطوا لها قاصه 100 درهم حتى شوف ماركت بليس المهم اللي بغا 1000 درهم 1000 درهم anyway ولا ما عجبكش تقدر ديزابون على الشين لا تري شي وما عجبكش سواس سيني على الشين على لا الكليب انت كتشوف بلعدة باللي الكليب ماشي ضروري انا لا في هاد الحاله كليب ماشي ضروري ارتيست يلا بادي ما ندوش مع كليب ما نقولش كلا ولكن كنشوف بلي الكليب الا تخدم الا كانت فيه شي حاجه ابداعيه في حاجه مبدله غيكون مزيان انا كنت كنشوف كليبات غريبين بصراحه زيد علينا نشوف شكون شي ما عرفتش شي قصه غريبه شي لعيبه في كليب فهمتي هادشي مكاينش في المغرب كاع عمرني شفت المغرب دار كنفكر ببساطه فهمتي هذاك التفكير ديال خمسه ثواني كنلقى بلي كاين افكار تقدر تطبقهم مختلفين ماشي غير مقودين ولكن مختلفين احسن من داكشي اللي مثلا كنشوفه عندي ولكن نقول لك غادي واحد شويه ارتيست شو ارتيست انديبوندون جمالي على ارتيست انديبوندون طايف مع موسيقى ما يمشيش يقلب على شي ديريكتور مقود ولا يبقى مطايف مع شي سيناريو باش يدير كليب فهمتي راه مركز على موسيقى شو راه موسيقى هي الاهم تعرف عاد خونا كيراب يلا بهاد كليب كيجي غير باغي راب يلا باغي انت يلا بهاد يلا حل عيني على الراب انت هذا لا صاحبي كنعرف عاد خونا فهمتي انا يقري والو فهمتي بحال قلتي عنده واحد الطراجي فهمتي باغي حط بلان حط كلشي ماشي هكاك بالنسبه لي هو على حسب ما فهمت الراب هو واحد السكه فهمتي اللي غادي مثلا غير كيبغي يبقى غادي في ديك السكه اللي ديال اول كليب اللحم عرفتش اول شنو هو كليب بازيك بزاف ديال فهمتي وقف في الدرب موراه كيحرك يدين اللعيبات فهمتي كمي صافي فهمتي كليب احسن كليب هو هذا ما كتهمركش والله والله ما كتهمركش الراب احسن كليب هو في دربكم اصاحبي وراك الدراري شوفوا بعدا الدراري خايبين ماشي داكشي ما مصروعش ما درتش حاجه هو كره الفكره فهمتي مبتذله بزاف في الوقت اللي مثلا كنخدم كما كيقولوا ثينكين اوت سايد ذا بوكس ماشي اوت اوف ذا بوكس غير شي حاجه اللي تقدر مثلا تعاون نوصي شهر ممكن من غير هادشي اللي متفق معاك وكاين اللعيبه ماشي شي حاجه مختلفه ماشي شي حاجه ساهله فهمتي انا بالنسبه لي باش رابر يلاه بادين تقول يدير كليب واعر واخا راه هو ماشي مادين واعر غير ديرو ماشي شي حاجه ساهله كون كان سالك كون دار بنادم ما تلقاش واحد دار ما كيدير
كلشي كيدير داكشي العادي. اه خصني ندير ماشي ما فهمتيش خص الكونسيبت ديال الكليب يكون مبدل. ماشي سهل صراحه ماشي هاد اللعيبه انا بالنسبه لي ماشي سهل. شايفين انا كنت خير شايفين مالو كليب ديال غيبقى ماشي غيبقى جوج ديك شنو ديال الموطور اه واش خدير عليه هذاك وهادي مالو كليب وار اه كليب وار ما بغيت تنساش معروف لا ديسك وار واش الكليب هو معروف كليب عادي كليب اه مزيان ولكن ماشي زعما ماشي فكره عامه اللعيبه باش كنقول لك غادي في موطور لحق كيراب دونك الموطور بحسر غادي فهمتي في طاح واحد فوق واحد كيراب واحد فوق واحد اوكي الكليب ما كيلصقش في الدين فهمتي لا كيلصق الديسك كيلصق في الدين بعض المرات ماشي ديباج ماشي كيلوح ديك الموطور تيقول بعد مسنا هذا الموطور تبان ديك اه حاجه معروف حد ديسك وار شي حاجه اما شي واحد ما قال لي لا هو على الكليب اختلاف هو كيصنع ديك عصام كيدير كليب زوني حاجه مني جبتي موطور 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 واعصا دولي بران راكب واعصا ملاصق في اللور اه مختلف تا هو ان ديسك هذاك ان ديسك انت كو احسن ديسك عندي ديسك تراب بلدي ديسك زوين كليب زوين ولكن علاش زوين حتى هو دارو كنبغي نقول بلي ما كنحمس عصا كنبغي نقول بلي عصا غدا يخرج البوم غندوي عليه نهار اثنين غدا يخرج البوم اه شي ما كنتش عارف واش انت بودكاستر ولا شنو انت يا عصا انا ما عايش من انا انا ما كاينش انا راك تشوفني انت من انت صح البارح ما كان انا ما كان مع اللعيبه اللي كتقول حنا دوينا على البارح شنو ديال عصام دار قويس تخربيقه شي صاروخ شي لعيبه قلت واش من صاروخ اه سمعت قلت ما يمكنش ما تكونش عارف الصاروخ اه انا ما عارفش الصاروخ ما عارفش شنو واقع يعني وشنو قال لك حقا ترونكا معنا صاروخ ديال الشينوا غيطيح صاروخ ديال الشينوا فخور عليه السيطره خرج انا ما عارفش انا ما عنديش ماما لا خصك تعرف ما عرفت حاجه والو شي لا شي ما خاش يهرب عليك الدراري صح مع السوشيال ميديا فهمتي كاين وما كاينش ما خاش يهرب عليك الدراري السوشيال ميديا رجعت لديك حاجه القديمه ديال انه بحال ايمات الميسان كنت تقول قدامها بنادم كتشوف تصاور ميساجات لعيبه كتشوف لي ستاجي رجع صح وتحيه لنبيل هو اللي قال لك صاروخ اور سوبر فان هو اللي قال لك صاروخ نبيل عشيري نبيل اه كنا كنقولوا عصام غيخرج غدا البوم ماشي غدا اليوم بالليل ياك اه كريستال اه كنت باغي نقول بلي عصام ليماج اللي كيحاول هو ديك ليماج ديال الفنان اللي كيحاول يرسم ما كنحملهاش رايي الشخصي تحمل مسؤوليته كيفاش زعما انا فنان ليماج ديالو ديك كايماج كايماج اللي هو عامق 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 هذيك خيتي اللي شكون خيتي كتسولهم راه مطلعين عليك ليا اه ف شاده ميدي ان تي في ميدي ان لا شاده 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 اذاعه اه ديك اه ديك اه شاده ماشي ميدي هذيك اخت اخت عكرود هذيك اخت عكرود اه تفو على عائلة كديرة تفو دوينا على عصام الفنان ماشي عصام الشخص ديك عصام الفنان ماشي نحملوش وكان كنعترف بلي كيدير مزيكا كتمزكني ماشي راب كيدير مزيكا كتمزكني وكنعترف بلي ترافيس سكوت نقل منه اش كنقول بالله ترافيس سكوت نقل من عصام الفنان ماشي لعيبة صبرني عليها صداع واش ما عندكش السوشيال ميديا ما تلعب ما قالش نبيل هادشي ماشي نبيل ماشي ولكن ندوي في العيبة ولا نبيل نبيل خونا لا ديسك صاحبي دي ماشي درها الا لا صاحبي راه بوز شنو راه تخرج بقيت كنعيرو ديما في اي بوست كيطلع عليه صام كنعيرو دار قال لهم ترافيس سكوت نقل مني ديسك طلق الديسك ديالو كاين ديسك كاين في الالبوم خارج وطلق ترافيس سكوت قال لهم علاش نقل مني علاش ترافيس سكوت نقل مني هاد الديسك واحد الديسك ديال عصام اللي هو ما كنعرفوش صاحبي واش مسطي باقي ما تلاحش واقع قال لهم الريل فانز غيعرفوا هاد الديسك بلدي ماشي طرا لا ما معروفش واش طرا بلدي ما غنعرفوش ديال الجنون لا ورا طبيعي ديك النهار لا ديسك ما معروفش وغالبا ما خارجش شوف ديسك ما خارجش قال لهم الديسك علاش نقول لهم ترافيس سكوت هاد الديسك ديالي تميكس في السودو اللي كيسجل فيه ترافيس سكوت ترافيس سكوت فهمتي ترافيس سكوت دخل يسجل لقى الديسك ديال عصام ويعجبو ينقلو انت شنو كتعاير انت؟ اه حمار شكون كتعاير ترافيس سكوت ولا كتعاير؟ لا كنعاير عصام فنان ترافيس سكوت عنده استوديو في الدار صاحبي ما كيسجلش في استوديو صاحبي قال لي عنده استوديو في كل دار في كل درب في كل مدينه هذه هي ليماج اللي كنقول لك كنحملهاش لا عرفتي ودوا عرفتي كيفاش كيدوي شعل كارو صاحبي راه هذه هي شعل عندنا كارو حنا الجمهور شعل عندنا كارو مخنزر هذه هي ليماج يمشي حمل كيتخذ سمع الريل فانز غيعرفوا هادشي سمع كيطلق الديسك ترافيس سكوت نقل مني الديسك فهمتي كاع الديسك تميكس في ميريكان استوديو ديال ترافيس سكوت وشافوا نقلوا مني فهمتي عيني عرفتي واحد اللعيب هنا حمراء كبيره فهمتي يلاه كان كيبكي بين عاود الفيديو شي اربع المرات ما كيطلق كيبكي كيرجع كيشعل كار اخر كيبكي كيرجع ناري شحال عايش في انستغرام ما يمكنش ولكن غدا خا يخرج لابون غدوي باينه صاحبي غير باينه صاحبي
انت واش كيقول ترافيس كوت نقل من الناس كيقول ترافيس كوت انت مالك لا عيرو سميتك لا الكري راه كذب اخر ما يقولش السودو ما غاديش يعطي ديك اللي كيميك فيه ما غاديش يعطي الفرصه باش راه يقدر يكون هو الهدف ديالو هو ديك الجين تات كومونتي عليه لا ما كومونتيش عيرت شنو الفرق الا كان داو الهدف انا نحقق لك الهدف ديالك انستغرام كيشوف كومونتير انا 65 بوذي شنو بوذي الا كان هادشي نتبع فيه معيور يبوذ والله تيبوذ هاد اللعبه غالبا فكرتك في هذا ماشي سري معاه شنو قول لي هادي ديال دابا ديال شافي سكوتش ديال انه راك تعاود باش يطلع لا على خطى ندى حسي حاسي ماشي حسي ما نطق سميتها مزيان حسي بيها لا تشوف يا ربي موتو خلينا في مزيكا يا ربي تحفهم الصاروخ وما بجوج باق بش يلا تصارح تحت الصاروخ خلينا لا هذاك الشيء خليه بعدا خلينا في الراب عصام غدا غيلوح الالبوم عصام المهم اليوم غيلوح جيكو نديتي مش غنلوح انترلود وقت ما تلاح غير هو الحلقه الجايه غتكون على عصام على المعيور غنعيرو على ثغرت على الكارو وغنعير فيه مزيكا في الراب المغرب شنو مازال شنو تلاح ما درتش تلاح شي حاجه اخرى حليوه غيلوح البوم مورا البوم ولا ميكستيب مورا مورا العيد قال لك غريبه حليوه يلوح شي غريبه يلوح شي غريبه مورا العيد قال لك يلوح شي لعيب يلوح ماشي شي لعيب يلوح بروش ما عقلتش واش البوم ولا ميكستيب ما صار ما قلتش عليك زي حليوه قديم بحال الناس ولكن ما كنت فاجئ به لا ما فهمتش الموسيقى ما فهمتش الموسيقى هربت عليه لا لا صافي المهم يلوح شي حاجه مزيانه فهمتي هو نقولك اش ولا كيدير كيبان لي شرابير بروس طالع كيمشي يطلع كيبوذ على ظهره صافي هادشي شكون كان كيدير هادشي حتى نفكرت شكون اللي عنده اختصاص في امريكا ما عقلتش شكون عنده اختصاص في امريكا كيمشي كيقلب غير الروابي يلاه طالعين يلاه غيبوذيو كيمشي كيضرب معاهم دابا راك عيط لك خوتنا البقال فهمتي شكون ونطش فهمتي كاع هادوك كيجيبو من السوديو اللعيبات ويس لا حليوه سيت حليوه ويس لاح واحد الديسك سمعتوش المهم انا ما عرفتش راه المغربي الديامات اللي بان لي هو نيسيو كيدير الانترفيو لعيبات دوك يطلعوا لي اللعيبات ديالو صافي هادشي اللي كيدافع على الميكس تيب بغيت ندوي مع نيسيو انا صار لعبي حتى ديك النهار كيدافونت الميكس تيب كيعبر مزيان مزيان انترفيوز مهمين طوموبيل ديك اللعيبه ديك فيك تاكسي ما عرفتش شنو ديك الساعه ديك خونا كاين ديك بودكاست حتى ولد ديال سير تفرجوا في التاريخ اللي عجبو الحال شنو طار بودكاست عجبو سمول اكس سمول اكس يدوي بزاف مخصهاش يبقى يدوي تي شكون كيكون غيدير شي حاجه غادي يدوي فهم بزاف د اللعيبات ما يمكنش الكومباك زعما لا صافي لحتي الاوبي صافي سالينا دير انترفيو في وسطك ماشي تبان غير هكا راه خصك تعرف بلي اول حاجه فورمال كوشن داكشي اللي بان لي انا هادشي داخل فيه المعرفه باينه وباينه اجي عندك فهمتي يوسف ماشي داخل فيه المعرفه الموحد ديالو كيكري هادشي باش يعلق قبله يوسف الدراري فهمتي راك عارف شي دراري فهمتي كيديروا اللعيبه فهمتي كدير دوز معاهم انا فهمتي من تبان لي فهمتي خبرت عليا فان انت ما فهمتي لا غلط هادشي باش اللي كيبان لي انا فهمتي كيجري بيه لا غلط هو لمصلحته غلط باني ملي خصك تبان صافي لحتي لوبي خلي لوبي يدوي عليك انت تبغي تلوح حاجه اخرى ودير لها انترفيو ودير لها لعيبات هو بلي قراحته في الهضره اصلا هو كيلوح لعيبات هضرته فهمتي شويه غريبه كتعجب بنادم هو قراحته في الهضره وا حتى سميتو كيبغيو يبوزو عليه راك شايف المهم مزيكا ممكن ما مازال بقى حاجه في مزيكا ما نضرش صافي هادشي اللي كاين في الراب مغربي في المغرب ممكن والو هادشي اللي قلت لك هادشي اللي كاين مورا العيد كاين دولي برون يلوح بروجي انت ما مسوقش شفت واحد الباس قبيله فهمتي كاين حليوه طلعنا عليه على دولي برون مريا مغربيه نيت طرولات لعيبات هو ديال الطرولات فرحت ديك اللحظه خبارك انت متاخرا فهمتي كاين لا عطيه فرصه لا صافي حيد عطيه فرصه لا ناضي صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين في الموسيقى باش نحيدو ندوزو وسمعوا الدانس ندوزو الافاخر اخرى بارتو نصم موسيقى تدخل في معقول اش كاين خا معقول هو الصحافه ولا القحاف الكوهوست اللي خسر الهضره المره الثالثه خويا من الاسباب اللي خلاوني فهمتي اللي خلاوك تبدل تهرب من المغرب هما الهرب من المغرب فهمتي روحيا ما عرفتش ما عنديش كلمه مناسبه هو انه
مهم انا عليك البلان كيفاش داير. انا ما عرفت حتى حاجه، عاود ديال حياتك اش كاين؟ خويا اللي حاجه ما بغى يعرف حتى حاجه، فهمتي؟ لكم دينكم ولا يدي. اها ولكن انت كي كي قبل فهمتي درت واحد الباك دابا انت عندو على خونا كونط. اه ناري بيمكنش كونط شي كونط في انستغرام فهمتي الميمز والعيبات. اه قلت صافي راه نضحك انا كاعي حيتي ديما كامل وانا كاعي الناس اللي عندي فهمتي دايرين لي لايك فولو والعيبات كي ام لايك وفولو درت فهمتي واحد الكاف ماشي مهم شي حاجه كندوز قبل في ستوريات باق 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 دريك تطيح دريك ويطلع لي خونا. شنو خونا سميه؟ تبي ديال قبيله مع سميت نزار. عرفت راجل حسيه مع اه نزار هذاك خونا حاطين ثلاث الميكروات ديال شادهم بحالك شادهم حاطين ثلاث الميكروات لا شادهم بيد واحده في ثلاثه جرائد الكترونيه مع سيف تخرباق. وخونا تيقول شي هضره صاحبي اللي اه قال لهم ديروا الكيت. راه قال لهم ديروا الكيت ما سمعتيش دابا هو مشكل. اه اه والمهم اه واش يلا شنو يلا سير حيد. آه شنو الحكم ديالك انت في هذه اللعيبه هذه؟ شنو الحكم ديالك؟ واش دابا نسعط لك هضره كتقال؟ اه ودابا واش دابا ديك هضره كتقال؟ قلنا لك بالله كيدوي على شنو هو اش سماه اش سماه؟ اه اش سماه؟ سماه العوج. لا قال واحد السميه في الاول. انا داك الشيء غير دوزت راه ما يمكنش اصاحبي. لا قبل ما يقول ديروا الكيت ما عرفتش قالت. اه رجلك الثالثه. شوف فين كابر هذا. فين كابر خويا هذا؟ فهمني. فيرما. ما عرفتش اصاحبي شو هذا كيدير اصاحبي. علاش كيطلع في انستغرام؟ علاش انستغرام كيخلي الناس يبانوا اصاحبي؟ واش انستغرام كيفهمش العربيه؟ دابا المشكله هي انه راه شوف بنادم سوى اللي باغي داك الشيء ولا اللي كارهو كيطلع لي صحه كلشي عارف اش كاين. اه كلشي متبع. اه ممكن صح. علاش ما عرفتش السبب؟ دابا انا دابا فهمتي ملي جيت دابا انا اكثر واحد اونسي هذا الشيء انا دابا كندوي عليه. اه لا حتى شي ولا كثير وبحال غيولي من هنا واحد شويه من واحد شوف من واحد العويمات حتى غيولي ثقافي اصاحبي غير تولي عندنا هذه اللعبه ثقافيه بروباغندا. اه انت عارف ديك النظريه ديال الانترتينمنت ديالنا هو بنادم في الانترنت كيغوت كيشعر بنادم في الانترنت كيف فهمتي ايوليو دول هو الانترتينمنت ديالنا. كنت عارف ديك النظريه ديال انه ملي كتوقع شي حاجه بحال هكا راه غير كاموفلاج حوايج شي حاجه اخرى. انت انا كنامن بها فهمتي حيت انا عارف المغرب فهمتي بلاد فهمتي ديمونياك عنده هذه الافكار هذو ولكن ما فينا السحور ديالو. اه ولكن ما التجارب الاجتماعيه ما اقدرش نقول لك واش بصح ولا لا ما عرفتش. اه ما عندكش دليل ولكن المهم انا كنامن بهذه النظريه هذه هي كتبقى نظريه. اه لو وفهمتي زعما شي حاجه اللي ما بعيدهش تكون بصح ماشي حاجه غريبه باش تكون بصح. ولحد الان فهمتي كنحاول نفكر شنو مثلا شنو هما اللعيبات اللي كاموفلين عليهم. طالي بزاف اللعيبات. خصنا ندوي واحد الطابو بعدا خصنا ندوي فيه واحد الطابو. ليست واحد الطابو خصنا ندوي فيه انا خصنا ندوي فيه. شاش كمل على النزار؟ انا في ديك اللحظه ملي حيت ديك السطوري وكملتها حقدت فهمتي صافي نهار خسر. اه ولكن شكون غادي تحاسب؟ شكون الدعي؟ اه بليم شكون غادي هذوك ثلاثه الميكروات الميكروات اللي كانوا قدامو ولا اربعه ما عرفتش. لا 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 هذوك لا 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 حيت هو كيدير فيديوهات في يوتيوب ديالو بيرسونال وكيتشهر اكثر من ديك ثلاثه الفيديوهات. لا ديك الميكروات خصهم يتحيدوا حيت الميكروات. ولكن الميكروات جابهم بنادم اللي كيبغي يتفرج في داك الشيء. علاش بنادم كيبغي يتفرج في داك الشيء هذا؟ راه السين ديالو مفرقعه السين ديالو ما فهادش الشيء صحافه. صافي من هذيك الساعه عرفت انت هذيك الساعه كتسمع بنادم علاش تقلب عليه ماشي انت كدير واحد الحاجه ميكس. لا وكتجيب واحد الحاجه فهمتي اللي خارجه على داك الشيء اللي كدير انت وكتحط عليهم مع داك الشيء اللي وراه راه العكس اللي كيطرى راه خونا كيتشارك يتفرقع على راسو عاد دوك الحمير كيعيطوا ليه. اه يعني الغلط هو علاش خونا تشار علاش بنادم كيدخل يتفرج يتبع هاد القصص صاحبي علاش؟ شوف نفترضوا مثلا حيت الصحافه باش تعرف الصحافه راه ماشي خايبه الصحافه كتجيب داكشي اللي باغي كلاسيو هذا مع واحد الحاجه انت باغي الزبل غتعجب الزبل ما كاينش داك الضمير الصحافه غتعجب داكشي اللي انت باغي ما كتحكمش في الكونتوني ديال انت كتحكم في الكونتوني ديال. والله ما نكذب عليك. لا انت يلا قلتي دابا دابا واحد الشويغ ولا هادشي داخل في الثقافه ديال بزاف الصحافه الميديا اون جينيرال. لا بنادم بنادم ولا كيتاثر داكشي ولات واحد الجينيراسيون في السوشيال ميديا. انا والله ما عرفتش شكون ما عرفتش واش كاين شي دراسه على هادشي ودابا بلاتي بنادم كيتفرج غير في داكشي ديك الميكروات ديك الجرائد الالكترونيه. اه لا هما غالطين 100% دوك او بلاتي هادوك الجرائد الالكترونيه فين هو البصري فين هو البصري البصره. اه
هذوك الجرائد الالكترونيه بما انهم كيديروا واحد الكونتوني لي ميكس وكيجيبوا اخبار فهمتي سميتو شمال جنوب. انا كمثلا نفترض انا كشخص اللي ما كنمشيش نقلب هذيك خونا في يوتيوب وحيت هذوك جريده الكترونيه هما يوصلوا لي فهمتي بلا انا ما نبغي. نفترضوا مثلا هذاك خونك عنده واحد لاشين فرقعه غير بالناس اللي مقود عليهم وما كيبغيو داكشي. علاش وصلك انت غتجيب لنا واحد الحاجه باش تجيب واحد الناس اللي مقود عليهم. صافي ولكن اللي كثار فهمتي راه دا هو المشكل. راه دابا هادو جوج مشاكل كاين محاسبات مشكل ما عرفتش دابا الجرائد الالكترونيه اصلا انا بينو براسي دخلت في تناقض فهمتي حتى مع حريه التعبير المطلقه. ولكن ما توصلوش ليه شنو هو صاحبي شنو علاش عطاك واحد السؤال دابا هاد الجرائد الالكترونيه واش ما تابعينش ولا ما عندهمش شي رقابه عليهم؟ بين المتابعين بين المتابعين ديك الهاكا وديك التخربيق ما تابعي الهاكا ما عندهمش شي رقابه يديروا اللي بغاو. بعدهم كيدوي راه يدوي ما 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 يدخلوش لهم في هادشي صراحه ما يدخلوش لهم في هادشي ما نضرش علاش يدخلوا لهم في هادشي. هادشي يقدر يدوز ما محال ما عرفتش واش نفس القانون كيطبق على الجرائد الالكترونيه كيطبق على القنوات. هما مع القنوات صارمين كثر باينه مع القنوات وتا الراديو مع القنوات والراديو الراديو راه ما يمكنش. ناري فكرت في واحد اللعيبه داك داك الحمار كان قال لواحد خيتي رجع لكوزينت راه عاقبو مع شحال غرامه ماليه وزبلت فلوس ولا عيباش فهمتي. هما مع الراديو والتلفاز صار من كثر ما عرفتش واش القوانين كيطبقوا حتى على الجرائد ولكن الجرائد عندهم واحد الحريه مطلقه فهمت كيدوي في شي مواضيع. اخونا مشى يدير انترفيو مع واحدين قاتلين راه مرة كانت عبر في امريكا ما كايناش واحدين مطيح الروح غادي يقدموا راسهم يدير معاهم انترفيو في الدار. هضر بوم هذاك واشو لا ما عندهمش حدود ما عندهمش نايت كرولر ما عندهمش حدود. هادشي كثير بزاف ولاد البيت فهمتي كل نهار كتخرج لك جريده جديده. نبغي مثلا نقول نحكر على رايهم مزيان نسيت هاد اللعيبه اللي قلتي ديال الجريده طرات لي صاحبي انا خرجت لي واحد لاباج زوينه انا بانت لي كتناقش واحد الموضوع نسيت هاد الموضوع بطريقه واعره سميتها تيلي بلوس. لا واش تيلي ماروك ولا تيلي بلوس شنو هي جريده جديده يلا كتجمع 10 ديال لي لايك كيخدموا خدمه زوينه خدنا ما درت لهم جيم ما يمكنش داكشي اللي كيطلع لي اني زار كاين اني زار كاع دوك كاع داك الزبل اللي انا ما كنحملش نشوفو عندهم وانا حيت درت حيت لهم جام وصا تي الفكره ياك ضربت عليك ما حملتش ندوي في هادشي حيت كليك صبر نبغي مثلا نعبر على رايي ونقول مثلا ولا راه خاص الدوله تدخل مثلا وتفرض شي حاجه شي قانون على التخربيق هذا حيت الجرائد الالكترونيه اللي تشوف راه حيت قالوا لي ماشي اي واحد يقدر مثلا يخرج الزنقه ويهز الميكرو ويبدا يسول الناس خاصك الرخصه. خاصك الرخصه وخاصك ديبلوم يكون يعني عنده قواعد الجهه اللي عاطيه الرخصه للتخربيق هذا خاص تحاول فهمتي ما امكن دير قوانين. نبغي نقول هذه الهضره هذه ولكن ملي كنجي نفكر كنفكر عاوتاني بلي الدوله عاوتاني غالبا مثلا رسمي لهادشي من غير ان مثلا رسمي ماشي من شبه المستحيل دير شي حاجه بلا ما تضرب فيها يديها فهمتي سيفت واحد الدين تقدر مثلا تفرض واحد الرقاب على هادشي تفرضك انت تخرج لك شي حاجه اخرى مثلا اي حاجه في الانترنت مثلا تراقب هادشي اللي مخله بهادي ولا هادي فهمتي تولي بحال روسيا بحال شي شماليه ولا كوريا ولا شي حاجه فهمتي تكون بهاد العيبات ما نكذبش عليك انا ما ولي ما راه ديال هادشي ديك 2022 اللي باقي معلقينه ماشي حيدو لا صعيب فهمتي صعيب بينك وبين راسك تخرج بقرار شنو الحل ديال شنو الحل فهمتي صعيب حيت نورمالمون الحل خاص يكون الحل ديال الناس ما خصهمش يتفرجوا في داكشي. انا كيما كتب لي الطبيعه خاص هادشي حاجه هادشي كاين في بلدان اخرين ولكن هادشي في بلدان اخرين راه كيجي مره في 3 شهور فهمتي بحال في فرنسا كتلقى مره في 3 شهور كانت كتجي نبيله كتعري بالذوله كيطرى شي حاجه صافي كتنسى وكتولي حياه عاديه. هاد خوتنا فهمتي راه كل نهار واحد جديد يقودها بلا لا كنا بداك الهيئه ديال دابا مره كيبان مره يبان لك على القادوس مره يبان لك دابا كل نهار كل نهار حاجه جديده هادو داروا ديك سامحيني تاهما سيري طويله لا ولا كل وحدين كيمشيو كيقلبوا على
خونا اللي غيبوزي بيو فهمتي اللي غيبوزي على ظهره فهمتي ولا داكشي كشي انا قلت لك ما غاديش نتهم هاد خونا دابا شي حاجه هاد المسائل انا نتهمو فهمتي ديالو عوج هادو التهم اللي غنقول له ما غاديش اللي كاع كتحمل المسؤوليه عطى واحد 20% المسؤوليه فهمتي حيت كما قلتي انت حريه التعبير بدل مزعزع بدل باغي البوذ بدل باغي غادي من شحال حتى حاجه في الحياه مسكين مسؤولية غتحملها لديك خونا اللي مثلا كيمشي هو يقلب عليه ولا خونا اللي هو كيوصل لك داك الشيء لف حافله داك اللي كتفرج في هادشي اللي متبع هاد اللعيبه كيبقى يبارطاجي انا حريه التعبير ولكن كاين خص يكون واحد ما عرفتش ضوابط شي حاجه بحال هكا ما توليش ما خاصش تولي التفاهه هي الحاجه العاديه حيت دابا راه داك الشيء هو العادي وباش تحكم فهادشي حاجه صعيبه بزاف ما عرفتش واش هادشي جاي من المدرسه اللي كيقراو فيها ما عرفتش منين كيتخرجوا هادو فهمتي المهم فهادشي كم حنا غادي نشوفوا الصحافه فاك الصحافه المدرسه ديال الصحافه خصها تولي شي حاجه اللي خص اللي تكون على شويه المراقبه فهمتي حيت ماشي اللي جا لا يدبر يخرج على الجهه الوصيه على هادشي فهمتي هي اللي غتخرج قوانين هي اللي غت اوتوماتيكمون بعد ما غادي حيت بلان كيبان لك ما عنده مبدا ما عنده حتى شي حاجه باغي فلوس صافي فهمتي باغي صحافي هاد فيرو واحد الحياه ديك البيبليك مثلا نفترضوا فهمتي ما كاين واحد البيبليك واعي وسميتو حتى هو خصو شويه المقاطعه على هادشي حمله شي لعيبه هذوك الانفلونسرز ما كيدوش هادشي لا الانفلونسرز كما داك فاكين لا ما كيدوش على داكشي ديال الانستغرام ماكياج كاينين لا كاينين واحد الناس واعرين سوينغا من غير سوينغا لا كاينين واحدين ما معروفينش بحال سوينغا دراري الدريات ما كاينين بزاف كاين غنسمي لك بلاتي كنعرف سوينغا الدري سميتها مجدة لا شو كاينين كيفتح واخا ما ديرش لايك ما عرفتش بوبو ولا لا ما عنديش مع داك الطبيب هذاك ما عنديش معاه لا مزيان كونتوني مزيان نوعا ما كيشرح عرفت شنو شي حاجه اخرى دابا انت كدوي لي شي واحد معروف راه كاين شي واحد غابرين ايوا كيفاش هو غابر وانفلونسر في الصوت لا انت ما كتعرفوش ولكن خونا كيلوح كونتوني واعر لا سياسيين لا الاجتماعيين كاينين بزاف كاينين في فيسبوك كاينين في انستغرام ما كيدوش هادشي كاع كيدوش هادشي عندي شي واحدين ولكن ما ولكن بحال الناس هما خصهم مثلا خصهم يقادوا المشعل باش خصهم يمحيو يتحارب هادشي خصهم يمحيو هادشي حيت دابا فهمتي ملي كتبقى انت ساكت كتخلي بحال بلان ديال الانتخابات نفس الحاجه كتصوت كتخلي سميتو واحد اخر باش يبان السوشيال ميديا واحد البلاصه اللي عامره غير بالدراري الصغار فهمتي وما يمكنش الدراري الصغار يتربوا على هادشي فهمتي ما يمكنش الدراري الصغار فهمتي ولادنا الصغار خوتنا الصغار يكبروا في هادشي كبروا في واحد كيقول لهم رجل تاو تعوجا فهمتي ما يمكنش وي راه هادشي اللي كاين فهمتي ما يمكنش حنا كبار نقدروا عندنا المناعه في الدماغ فهمتي تقدر تسمع عاد تضحك وتبريمي تقدر عمرك كذا بعض المرات كتكون صغار لا في شي بلاصه كيكون واحد النوع ديال السكيري في السكيريه اش ما كاين ديال بصح كتلقى مثلا مره فهمتي ضربه شي جلابه ومشي مكره وحال حتى حاله وشي واحد فهمتي وكتلقاهم قاتلين في شي زنقه غابره وكيدوي وكيتسابوا سكراني شي بحال المنظر كان تيكونوا في نيفادا شحال كيكونوا بزاف كيكونوا فوق ديال ربع عمر ورا ديك الهضره اللي كيقول خونا انا تهضرات يقولوها بحال مشيتي دابا عطيتي الميكرو لهادو لا شمكار حمار ما كيعرف يقول ما كيعرف يعبر نفس المستوى ديال سميتو نفس المستوى ديال ما عرفتش كيتسمى داكشي بان كيمشي عندو للدار ما فهمتش بعد مشي يقول لك عاد صافي داك الشيء راه طلقينا وكان خويا راه ما طلقيناش من غير اني متشائم ملي كنعرف كنشوف الابعاد ديال داك الشيء ما طلقيناش لا تيغيولي ثقافه انت غتشوف راه من الابعاد ديالو المهم عيناش الله يعطيهم الله يعطيهم العذاب كاملين الله يعطيهم بلاصه ناصر ناصر يخرج واش شنو احداث اللي طرات ديك اللعيبه ديال المحامين ضروري خصني ندوي فيها الصراحه ضروري وانا بغيت ندوي على الطابو ديالي هو نظام اكثر من اي حاجه لا ديك اللعيبه ديال المحامين حاجه تاريخيه ديال نص نص حدث تاريخي ما كيدوى عليه شي واحد شوف والله ما نكذب عليك اللي كليتي واحد شي حاجه كيطراو في المغرب شوف والله ما كيطراوش في بلاد اخرى في العالم نورمالمون انا راه الصومال اثيوبيا مع الراس الاخضر ما كاينش شي حاجه كيطراو في المغرب ما كاينينش تقلب عليهم فين ما مشيتي ما تلقاهمش انا كنت بنى سياسه التجاهل فهمتي التجاهل هي احسن حاجه ولكن راه هادشي هذا ما يمكنش تجاهلوا اصاحبي ما يمكنش نضحكوا هذا خصنا نضحكوا عليه انت ديما كتبغي نضحكوا على هذاك خصنا نضحكوا على المحامين تفو الله يعطي لكم هذا ولي ناض بعدا هو عاد تبعوه وقال حتى الهيئه راه هيئه ديال المحامين ديال المغرب رفعت الدعوه كاين واحد ولي سميتو طالع داك الرئيس ديال الهيئه القصي ولا القصي والرئيس ديال الهيئه هو اللي كيريحوا مع الهاك ما ضاف عاود بعد القصه باش بعد ما يعرف علاش كندويو حيت اللعيبه مهمه بزاف واحد السيري فهمت ما كيتفرجوا حتى واحد
في الرباط ما كتفرش هذا الشيء واحد في الرباط نيري خونا بقيت يقول الرباط في إيتم كدار قبل الفطور أم خبارك جاب لي كينا فهمت يعني ديك أنا كيبان لي إشهار ديالها عمرني تفرجت فيها يعني خونا بديك الحملة اللي درتي ضدها يعني راه كتحاول أمس أنها تسهر أه سيري سميتها ماشي سيري سيت كوم سميتها نص نص قهوة نص نص سيري سيت كوم هو كيف قال لك حكا نعطو دعاوه هيئة المحامين دعات هاد السيري المهم الكريتيف ديالها ولا ما عرفتش باسم الشخص ولا بشخص السيد اه ما عرفتش شكون هو المهم محمد القصي قال لك بلي محامي المهم ما عرفتش شرف مان حمار 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 دعينا قرا بيتر كونسول لا ما والو ما اثمن جبدناش كاع كمل نوض عاد السيري هادي اه السيت كوم هذا الهاكا علاش بتهمة إساءة المحامين شريفة اه عفيفة و المهم كيطيحوا دماغ كيطيحوا من المحاماه كيطيحوا من الخيمه ديالها وكيعطيو واحد الصوره خاطئه يلا اه شي حاجه عمرك تشوف شي بلاصه الناس كيمثلوا مثلوا باللي راه كاين واحد المحامي تما مكلخ حمار اجي نفترضوا نوضوا دعاهم حيت مثلوا حد المحامي حمار اجي نفترضوا كل شخصيه فهمتي تمثلاش اجي نفترضوا شي كاين في ميريكان غيدعيوه باش الكورسول نتوما كتشوفوا بمحامي محامي ما كيديرش هذه نفترضوا مثلا كل شخصيه مثلا تمثلات غينوضوا خوتنا يدعيوه تخيل دابا ابيضار ينوضوا كاع البيتشات ديال المغرب يحتجوا لا ديك الكلمه راه كيسئل هذه المهنه القديمه تخيل ينوضوا لي بروف ديال اول مهنه في العالم بروف ديال الشيمي غيدعيو والتر وايت خو اخونا حنا راه ما كنبيعوش الغبره كعمرنا درنا هادشي حيدوا السيري علاش ما كنديروش حنا بروف ديال الشيمي ما كنديروش هادشي الزيرو حتى هو غينوض ينوض البوليس يقول لك لا حقه لا ما خصنيش خرج مثل شي حاجه خونا لا ثقب ابيطار طاكسي حمر قواد طاكسي حمر ماشي قواد علاش طاكسي حمر قواد طاكسيتو عرفتي طاكسيتو طاكسيتو طاكسيت قباح المحامين ما كاين لاكا لا والو اي هاكيوك طاكسيت عندهم زرواطه اي هاكيوك ما كاينش لاكا اش دك خول شكون مثل دك خول شكون مثل سميتو ديدان لا هذاك ديدان جدوه اطلبو طاكسي حمر قواد شي واحد اخر طلعت طبيب طبيب ما يمكنش اه لا فيلم ديال طبيب اش فيلم ديال طبيب ما عرفتش المغرب شي طبيب ما عرفش شي طبيب ما عرفتش المهم الفكره واضحه جيت تما كان فهادشي ما تسالي ميمكنش شوف شو الفكره فين وصلت شوف وهذا راه محامي قاري اصاحبي خونا فهمتي قال لك خونا محامي اللعبه اللي تعبها هي انه توقف واي حلقه غيتحلق اي فهمتي كل روطار بنهار زعما ديال الحلقه يعطوه 100000 درهم غرامه بغيك حال هذا ناري مساكين تا شو القمة ديال هاد اللعيبة انا عمرني شتاتو عمرني شتاتو خرجت لهم اللعيبة ديال خرج القرار قالوا لهم هادشي راه ما يمكنش داخل في اطار الابداع ولا راه شي حاجة خيالية صاحبي راه نقدر تلحت لك مع ديك التخيلية عمل تخيلي تخويقات راه القصة خاصها تكون ان واحد خونا خدام كيقتل واحد خونا خدام كيغتصب واحد خونا خدام يكون نصاب راه هادشي اللي كيدير ولكن راه ما يمكنش دابا راه دو التمثيل باش بغيتي دير بغيتي كلشي يكون زوين محامي زوين ما كاينش واحد عنده واحد 1% ديال الحق داك الشيء كامل هو انه راه اي حاجه اي ماش كان سميها شي خدمه تحطات كيكون عندها واحد التاثير نوعا ما على سميتو المهم ماشي راه ما يمكنش راه ما يمكنش لا سيت كوم كوميدي فهمتي اظن هذاك كوميدي طابق على لعيبه اخرين فهمتي كما قلت قبيله الابعاد ديال شي حاجه على شي حاجه شي حاجه اللعب اللي قلتي لي قبيله انت قلتي واش تفرجتي في سيري انت بنتي اللي جاي باغي تلعب عليا بعد سناو فاش قلت لي قبيله قلتي الله زيد قلتي سناو واش كملتي شي سيري انت كنتي مفرج شي فيلم هذه داخله في ديك اللعيبه دي انه ملي كتفرج شي حاجه كتاثر ولكن ما انا ما تاثرتش من قوسين بنتي تاثرت شي حاجه اللعيبه ديالو هو الحادي اللي هو لا راه لا حيت اول حاجه ما كتفرجش واحد داك الشيء حاجه داك الشيء ما كيضحكش داك الشيء حامض حتى الحاجه داك الشيء ما عندهاش باش ياثر راه بحال داك الشيء فاكت راه داك الشيء راه كاين مخيب من داك الشيء راه داك الفن هو قصه راه ديك قصه باش تكون دوي على شي محامي واش خايب ولا ضوي راه قصه راه كيدوي على داك المحامي اللي كاين تما ما شكون جبد المحامين صاحبي راه خرجوا الهاكا واقعي خرجات لا الهاكر اللي حط القرار وخونا ما رضاش قال لهم لا بغى يريح معاكم لا والو ولا تغريح بيتر كولسول ما يمكنش هذا تفرج بيتر كولسول ما عرفتش غيدير ما يمشي غيقتلو هذا انا كنت انا مريح فهمتو جاي تقدم شي كاي غنضحك عليه نقول له واخا صافي سير لا ماشي غير غتبان لي من الطاب اصلا ما نكذبش عليك حشومه المهم الهاكا اصلا هي اللي هي جهه ديال الدوله حشومه تجاوب على هاد العيبه هذا حشومه تجاوب بحال هذا ما كتكونش حدا الدوله ما تجاوبوش صافي واش مسطي
لا لا ما كان المهم بياني تو ضايحين لعيبات ضروري. لا 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 ما شي حاجه تافهه ورطبه بحال هكا ما خصكش تجاوب. شي حاجه باينه شي حاجه باينه خصك تضحك عليه والله. شي حاجه باينه رد الى جيني بهذا المنطلق مع عمران نقولوا مثلو كاع صافي يعني حسوا التمثيل اي حاجه لا حقا انت لا كتشي الي اجيب شي ممثل عنده شويه الحي بحال ديالي كيدير لا خا حنا صحاب الحياه كتضرونا كانوا يخرجوا الزنقه قبل الحي كتضرونا ناري تفكرت واحد اللعيب تفكرت الافلام اللي كيديروا على والكاريكاتور اللي كيديروا الاخرين على راسو وكان اخرين عشيه راه كيسميه وصافي يعني يخرج نجي واحد لارجيم واحد لارجيم ونبطبطل اشناو قول لي شي واحد اخر يقول لك حتى الاخرين اللي كيخرجوا مثلا فيلم على الراسو مثلا انت وما راه عمل تخيلي لا سيدي هذا الكور كيسميه المهم راه كتسمي بالسميه واللعيبه وكتحاول تسال واحد الشخص بالضبط لو كنت دونت على كاركاتور ولا فيلم بجوج حتى مره درتي فيلم على الراسو شكون عارف لا مره درتي فيلم على الراسو غادي ما درتي حاجه ديك المره لا فيلم لا تفكر لا حد عمر حاجه عمر تقرب لنا كنت بالبتي حاجه شي مش عندي حاجه بحال هكا دير لي كاريكاتور شارلي يبدو غير داكشي كان دار شي فيلم وقيلا على المسيح اي دونت والله ما عرفت اي دونت نو المهم غير في حالت كانت الفيل بالبلع على المسيح واحد اللعيبه يدك في دار ميل جيبسون فرجلت الثالثة بما عوجاس شو لا باصار كي التاثير ديال داكشي علينا اساسا انه خرج من الاخلاق ديالنا المهم هذا الموضوع مشيت عليه دار واحد قرب اللعيبه النقطه اللي قلنا دابا هذا الموضوع المحاماه سمعتي بهذا شي حاجه هي تافهه وكي راه مهمه شوف واحد قاري مغربي شو دماغوش قال لي شو دماغوش قال لي لعيبه كنت غنقولها شوف بنادم ملي كيكون عنده ملي كيكون قادر انه يدير شي حاجه شويه السلطه شو كيدير بغى يحبس سيت كوم كيتفرجوا فيه الملايين ديال الناس في الوقت اللي كيتفرج حتى واحد كيتفرجوا فيه المحامين ملي متبعين دابا حلقه مورا حلقه معلم انه راه داكشي راه غالبا راه ما والو مقارنه حيت كيقول لك واقع حقا كتسعى الناس حقا كتقول لي حقا ما عرفتش حاجه بحال هكا كتوقف عليه تمشي ليا تمشي لي واش تمس هو الا جاوب مثلو داكشي اللي كيبقى حقيقه تكا لا ما يكونش هذا وجب سيبان حيت غالبا غايقول غيدوي غايجبدوا لي شي دوسي لا راه تي بصح درتي عقلتي نهار تي شوف تيفي غير ما يديروا هاد اللعيبه ماشي واحد الشيء لا ثرا الكليان ديالو تشوف تيفي بداو يديروا هاد الشيء انت ابونا سير يبحثوا الحقائق شي واحد خونا في الهضره بزاف يجيب لي شي دوسي غابر ما كاينش قلت لك فهمتي البلان هو انا نشوف مثلا واحد عنده بوفوار عنده ملي كتكون عنده قادر انه يدير شي حاجه قادر يحكم منك غيوصل للناس اشنو كيدير واش بغى يدير في الوقت اللي كاين بزاف ديال الحوايج مهمين ولا عنده واحد ليفيكت 100% اهم كلشي في اهم سياسه التجاهل ناري على حبس عين ميكا مصمكه فو الله يعطيهم العذاب صافي المغرب كما قلت فهمتي كل لا اللعيبه ما يمكنش تطرا بحال اللعيبه عمرني شفتهم بحال اللعيبه عمرني شفتهم واحد كيقول عمرني شفت اللعيبه هذا هذه عقلي ديال سنوات الراسات والله ما يمكنش عقلي قديمه بزاف ما يمكنش عمرني شفت اللعيبه هذا عرفت ديك الكلمات بعض المرات كيقول لك خرج راه خرج واحد الفيلم راه منعوه ترى منعوه ماروك ترى منعوه تو ترى قال لك يدوي على سميتو راه ممنوع في ديك الدوله حصلوا عندك يشدوك وحق رب لا قدام صراحة قدام بزاف وحتى دوك اللي جاوبهم قدام انا فهمتي كونتر الجواب هذا كنت قريت بلي كاين على قبل سيت كوم هذا نص واحد لعيبه اخرى هذيك صلاه وسلام سميتو صلاه وسلام ما عرفتش شكون هذا ارتيكل انت ما عرفوش على كاين قبل شنو حتى هو قال لك حقا انا تعلي بالباله بتهمه ماشي تهمه بلاجيا العدول ناضو كيدويو العدولات ناضو تما الهيئه ديال العدول ويلي باقي بدك تجوج قال اساءه للعدول حيت ديك الصلاه والسلام زعما شي تخربيقه واش كيجوجو بالفاتحه ولا بالصلاه والسلام ماشي تخربيقه هذاك زعما العدول كيجيو كيديك شي باقي حتى هو عمل تخيلي في اطار ولا لا اوفند دابا يعني ما بقاش سمتي دابا ما بقاش سمتي اي مهنه خصنا نديرو كيف ما كتقال في القانون دابا هادشي واش اللي فهمتي فيه وفيه بقاش سمتي فيه وفيه لا ما فيهش وفيه هادشي كاين شي حوايج فهمتي كاين اساءه وكاين عاوتاني شي لعيبه اللي ترا كاين اساءه ما كايناش نقدر نمثل شي حاجه ونسيء لها بالضبط يسال ديك الشخصيه هذيك ماشي ديك المهنه ماشي الشخصيه تما كتمرقن بها مثلا افترض واحد لعيب عطاني عمل تخيلي ديالي غنجي مثلا غندير واحد العمل تخيلي ديالي انا ديال مثلا افترض العدول ياك انه مثلا واحد خونا فوق ما كيجيب شي عدول مثلا فهمتي كيجيب عدول ديك العدول كيدير واحد الحاجه فهمتي خايبه مع مرته عرفت كتفكر فيها حتى كتفكر يا اما كي المهم
تينعس مع شي وحده تيشفر شي لعيبه شي دار تيدي شي حاجه ياك وغادو تاتين وغيجي واحد عدو واحد اخر مختلف وغادي ينسى الحاج وغيجي واحد عدو فهمتي هنا كتولي اساءه وكني غادي مثلا جوج شخصيات غيمثلوا واحد اللعيبه فهمتي وما فيهم جوج ديفو وغيمشيو صافي هذا ما كتسماش اساءه فهمتي خصك ما سميتيش صافي ولا واحد مارت كارير المهم خاصك تبقى عدول اصلا صافي ما خصنا نضحكوا على السوطه لا خصنا كتاسف وكتضحك في نفس الوقت كنضحكوا على فكره كيف جاتني نفكر صراحه احنا ما عندناش ان كنتمي ولا ندعو في بنادم شي لعيبه بودكاستيه ما عرفتش شي ادي البنادم اللي ما عرفتش اللي ما والله ما باكستا اللي كيخرج للزنقه مرة ماشي اشياء ننتمي لها ندعي بنادم في من يبليش واحد حريف التلفاز ندعيو علاش داك ماشي انا هو هذاك تحيا الله تحيا الله ندعي داك السيد اللي والله ما كاينش بحالك انت لا كاينين بل حسن هادي شكي انا شكي كثير غريبه سوبرمان كلارك كلارك كنت